الفترة الأخيرة كذلك قمنا بافتتاح خط أنابيب يربط بين مستودعات التخزين في منطقة جبل علي إلى مطار دبي الدولي. طبعا السعة الاستيعاب لخط الأنابيب هو عبارة عن 20 بوصة خط الأنابيب وبطول تقريبا 60 كيلومتر مربع. طبعا هذا ما يعتبر الخط الأول، احنا في السابق كان عندنا خط أنابيب تم بناءه في سنة 96، بس بعد 10 سنوات هذا السعة التخزيني طبعا وصل للمستوى الأقصى، ولذلك قمنا ببناء المشروع هذا الجديد. كذلك احنا يعني نتطلع ان بعد استكمال البنية التحتية في مطار دبي الدولي يتم انتقال بعض خطوط الطيران إلى مطار المكتوم في جبل علي، ومن ضمن المشروع طبعا نحن عملنا مستودعات تخزين هو ان نقوم ببناء خط من الخط القائم حاليا ومده بمسافه 20 كيلو متر الى مطار المكتوم الدولي.